لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من خان يونس مراسل غد إبراهيم قنن. إبراهيم، إذن استمرار الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق بالقطاع في أيضا ظل استمرار الاشتباكات والمعارك بين الفصائل وقوات الاحتلال، دعنا في آخر التحديثات. يعني القصف الإسرائيلي العنيف ما زال متواصلا حتى هذه اللحظة في محيط من مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى مجمع أو شارع النصر في وسط مدينة خان يونس، حيث اشتباكات العنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية تكثف من غاراتها في الساعات الأخيرة على محيط مجمع الشفاء الطبي، تحديدا في الشارع الموازي لشارع مجمع الشفاء في هذه الأثناء. دعني فقط إبراهيم أنوه على هذه الصور التي نتابعها على شاشتنا، هذه الصور والمشاهد المباشرة التي تردنا من غزة لتجدد القصف الإسرائيلي، قصف إسرائيلي مكثف في مناطق متفرقة كما نتابع وهو واضح من خلال هذه الصور. إذن لليوم 36 على التوالي من بدء هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحتى الآن وحتى الساعة ما تزال الغارات الإسرائيلية المكثفة العنيفة مستمرة وتستهدف مناطق مختلفة من غزة. أعود إليك مرة جديدة إبراهيم. يعني كل هذه الأصوات الانفجارات التي ترونها وتسمعونها هي في محيط مجمع الشفاء الطبي على بعد تقريبا 500 متر فقط لا غير، في هذه تحديدا في منطقة حي النصر في منطقة برج الشفاء. هذه المنطقة هي الطريقة الواصلة إلى مجمع الشفاء الطبي، تبعد عن الباب الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي نحو 500 متر إلى 400 متر فقط لا غير. كان هناك سلسلة طويلة وعنيفة من الغارات الإسرائيلية باستهداف الشوارع والطرقات وأيضا منازل المواطنين. سحب الدخان التي يعني تظهر في الصور هي في هذه المنطقة، هذه المنطقة تتعرض في هذه الأثناء إلى عمليات قصف عنيفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية التي تضرب هذه المنطقة. هذه المنطقة تحديدا كانت منذ عصر أمس حقيقة وحتى هذه اللحظات هي منطقة عمليات عسكرية كبرى بالنسبة لإسرائيل، وأيضا كانت أرض للاشتباك والمواجهة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال منذ أمس، والاشتباكات لم تتوقف على هذا المحور تحديدا، حيث يعني الاشتباكات واستخدام الفصائل الفلسطينية للعبوات الناسفة بالإضافة إلى القذائف الموجهة ضد الآليات والدروع. في هذه المنطقة أيضا كان ليلة أمس وفجر اليوم أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من القذائف المدفعية، بالإضافة إلى عشرات القذائف الفسفورية والقنابل الضوئية التي أطلقت في هذه المنطقة. هذه المنطقة تعتبر هي المنطقة الشمالية لمجمع الشفاء الطبي، يحدها يعني فقط شارعين يفصل هذه المنطقة عن مجمع ناصر عن مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي إذا تمكنت الآليات الإسرائيلية من تجاوز هذه الأمطار المعدودة فإن الدبابات ستكون يعني على أمام مجمع الشفاء الطبي الذي تحكم إسرائيل الخناق عليه وتحاصره من ثلاثة جهات حتى هذه اللحظة، المحور الشمالي والمحور الغربي، حيث تدور أيضا لغرب منطقة الشفاء وهو مخيم الشاطئ، تدور يعني أوسع الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل طوال يعني الساعات الماضية وطوال يوم أمس كانت هناك اشتباكات مسلحة. أيضا هذا المحور الغربي كان مسرح للعمليات والاشتباكات المسلحة. إسرائيل أيضا أطلقت في هذه المنطقة العشرات من القذائف الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى عشرات ربما المئات من قذائف القنابل الفوسفور الأبيض، علاوة على أن المنطقة الجنوبية هي لمجمع الشفاء الطبي هي باتت في يعني تحت السيطرة الإسرائيلية، متبقي الجهة الشرقية وهو يعني على الشارع الذي يفصل من دوار يعني رشاد الشوة باتجاه برج الشفاء. هذه المنطقة حتى اللحظة القوات الإسرائيلية لم تستطيع الدخول إليها، هناك اشتباكات عنيفة، هناك أصوات انفجارات، هناك عمليات قصف عنيفة في هذه المنطقة. كل ما تريده إسرائيل الآن هو إحكام القبضة وإحكام السيطرة على مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض
إلى عمليات قصف عنيفة لمبانيه ولمراكزه الطبية ولساحته الخارجية، لا أحد يستطيع الخروج من الحديث أن أيضا عن أن الاستهداف يطال أيضا العائلات التي تحاول الخروج من المجمع. لا أحد يستطيع الخروج من مجمع الشفاء الطبي في الوقت الحالي ومنذ ساعات، لأن إسرائيل أي شخص يخرج من مباني مجمع الشفاء الطبي يتم التعرض له بالطلقات النارية. هناك طائرات كواد كابتر، هذه الطائرات استطلاع تقوم بعملية إطلاق نار باتجاه المواطنين الفلسطينيين أو باتجاه الطواقم الطبية. أيضا المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها، طائرات الاستطلاع أيضا تطلق قذائفها. اليوم استشهد أحد الممرضين وأصيب أيضا أحد المهندسين الرئيسيين في مجمع الشفاء الطبي بإصابات خطيرة في الرقبة. الآن لا أحد يستطيع التحرك في ساحات المجمع نصر، مجمع الشفاء الطبي. آلاف المواطنين الذين نزحوا والذين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي لا يستطيعون الخروج من هذا المجمع، بالتالي لجأوا إلى الأقسام الداخلية لمجمع الشفاء حتى يحتموا من عمليات القصف. أيضا القصف طال في مجمع الشفاء غرف العناية الفائقة ومبنى القدس ومبنى الكلى، واندلعت حرائق في هذا المكان. وضع إنساني وصحي صعب بعد توقف أيضا المولدات عن العمل في مجمع الشفاء الطبي. عدد من المواطنين أو من الجرحى فقدوا حياتهم جراء ذلك. خلال الساعات الماضية ستكون الأوضاع أكثر يعني كارثية، لأن عدد كبير من المواطنين، وبحسب الدكتور محمد زقوط من عام المستشفيات، سيكون هناك حالات وفاة كثيرة بين المرضى وبين الجرحى الفلسطينيين، لأن الطواقم الطبية لم تعد قادرة على فعل شيء لهم. هناك حالة انهيار تام، هذا الكلام أكدته منظمة الصحة العالمية عندما قالت أن المستشفيات تعيش حالة يعني نقطة لا عودة، وأن هناك انهيار تام في المنظومة الطبية في مشافي قطاع غزة، تحديدا مجمع الشفاء الطبي والأندونيسي والعودة، هذه المشافي التي تقع في مدينة غزة وشمالها. اشتباكات متواصلة في كل مكان، وأيضا عمليات القصف متواصلة في المحيط الغربي والشمالي والجنوبي لمجمع الشفاء الطبي في ظل استمرار عمليات القصف. وأيضا في المنطقة الشمال الغربي لقطاع غزة، منطقة بيت حنون وبيت لاهيا، هناك اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال. كتائب القسام أصدرت قبل قليل إصدار يعني يوضح فيه استهداف لعدد من الجنود الإسرائيليون الذين يتحصنون في أحد المنازل في بلدة بيت حنون، ويعني تم استهدافهم بقذيفة موجهة، وبالإضافة إلى عمليات إطلاق النار أيضا في جنوب قطاع غزة. هناك عمليات استهداف مستمرة، قبل قليل كان هناك أصوات انفجارات ناتجة عن غارات إسرائيلية على عدد من الأراضي الزراعية. إبراهيم هل تسمعني؟